نبغي نتعرف على طريقة وكيفية حل مشكلة التسجيل. الاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر عبر الهاتف محمول، نقوم بالضغط هنا، ثم سوف نقوم بالبحث هنا على موقع ACDPMA، ثم سوف نقوم بالضغط هنا على طلب الاستفادة. هنا سوف نقوم باختيار الجنس أنثى أو ذكر. هنا سوف نقوم باختيار رقم بطاقة الوطنية التعريف الإلكتروني. هنا سوف نقوم بكتابة معرف الرقمي. هنا سوف نقوم بكتابة تاريخ الولادة. هنا سوف نقوم بإدخال الرمز الأعلى. بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على التأكيد، من ثم سوف نقوم بإيقاف إعادة تشغيل لا أحد. وبهذه الطريقة نكون قد قمنا بحل المشكلة. ولا تنسوا الضغط على زر لايك والاشتراك في القناة، ونراكم فيديوهات القادمة إن شاء الله.